النهاردة بنحتفل بمرور سنتين من النجاحات في بناء الإنسان. إيه اللي ممكن يتغير لما يتجمع البنك الأهلي المصري في دعم وتطوير المدارس في المناطق الأكثر احتياجاً مع مؤسسة مصر الخير المشغولة بتنمية الإنسان وشركة ويلسبرينج لتطوير الأسرة والشباب؟ شكراً البنك الأهلي المصري، لأن شراكة التنمية بين البنك الأهلي المصري وويلسبرينج ومصر الخير منحتنا القدرة إننا نفرح الناس ونغيرهم للأحسن، وقدرنا كمان ندرب ونساعد ونترك بصمة في حياة أسر مصرية كتير. اللي حصل إننا قدرنا نغير حياة 120 ألف طالب في 24 مدرسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، من خلال تنفيذ معسكرات وأيام رياضية بالمدارس الحكومية، وده في 6 محافظات: القاهرة وبني سويف وسوهاج وأسيوط والأقصر والقليوبية. بفضل البنك الأهلي المصري إحنا مع بعض قدرنا نمد خط الدعم إنه يكون للأسرة كمان، فقمنا بعمل معسكرات للأطفال الأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة وأمهاتهم وأسرهم، ولسه مستمرين للسنة الثالثة مع الشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. شكراً البنك الأهلي المصري، لأننا مصدقين إن الإنسان هو المعنى. البنك الأهلي المصري، مصر الخير، ويلسبرينج.